طيب ايش رايك انت تسولف وانا بروح للكنترول ابجيب شيء واجي ايه اوكي وانت سولف انا سولفك ما تخلص في اكله يا شباب كنت انا بو اكله بو اكله يا شباب كنت من اول استغرب وراها الناس ياكلونه وصارت حلوه الصراحه وش اللي هي فراوله بالنوتيلا الفراوله بالنوتيلا الصراحه انها لذيذه هذه الاكله الاولى اما الاكله اللي ما احبه اي شيء به ثوم صوص ثوم اي شيء اعوذ بالله واكره ما عندي اللي يجي للمسجد عليه ريحه ثوم يلا الحين دوري فان الملائكه والسلام يقول تتاذن يتاذن بنو ادم اذا صرت ماكل ثوم لا حلال تقعد بيتك يصلي بيتكم يا رجل لا تذين الملائكه تتاذن منه ثم يتاذن من بني ادم اشجع ولا والبصل تسلمون لا اله الا الله على تشجيعي بالله يا عادل اني اكره كره العمل لا بالله البصل يلا عبد الوهاب يلا الحين دوري تعال روح عاد تدري انه ما يزين الكبسه الا اما الان مع ولا قصدك البصل قدم قدم اما الان نجم الجماهير ايه. اما الان مع هل تعلم ونجم الجماهير علي بن هادي فوائد المانجو عطنا فوائد المانجو فوائد وش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله جميع اوقاتكم كل خير اخوكم الاعلامي ونجم الجمهور علي بن هادي فنحببتوني فهذا من الله سبحانه وتعالى لا 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 ما يصلح يا علي انا اقول انا اقول فاقول لكم من هذا المنبر انتم باقي متاثرين بالترندات يا شباب يعني مره ننتظر مرة. ننتظر ان شاء الله خالد ابو محفوظ لاجل نبدا ساعتنا انا انا اقول يا جماعه لا 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 يا عيال صفقوله 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 بقدم لك انا يا شباب كان بقدم لك بقدم لك يلا قدم لي بقدم لك لا انا وش دخلك انت دورك طيب يلا بسم الله الشيطان اذا جاء ما تخلاني اسكت اما الان مع المنشد نشيد نشيد المنشد مع المنشد الجميل محمد الزعزعي فليتفضل مشكورا خطا لا حياكم الله وبياكم مع شيد الصوت الاول في المملكه العربيه السعوديه بقدم لك والله بقدم لك والله الصوت المفريد اما الان مع نشيد محمد الزعزعي لا مو بنشيد المنشد الاول المتسلطن على مسارح المملكه العربيه السعوديه والدول العربيه الصوت الذي عجز المنشدين ان يلحقونه الصوت الذي الانسان الذي ياتي بالالحان من تحت الحيود ويأتي بها من قعر البحار أنا آسف لهذا الخلل اللي خارج عن إرادتي لأن أنا كنت مو موجود ففقدت السيطرة الله يهديكم بس الله يهديكم رجعنا موضوع أمس ترندات ترندات أبشر بترندات اللي بيفشل طيب أعطونا المباني